بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 117 من كتاب سلم المسالك، ولا زلنا في باب النكاح وما يتعلق به. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة زوج أول، فيفسخ الثاني إذا لم يدخل، كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل. إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أولت اثنين فكل عقدا، إن مسها الثاني بدت عمن بدا، للعدة امنع خطبة وإن عقد. رحم الله من دعانا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به: ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. يعني أن الرجل لا يجوز له أن يخطب امرأة مخطوبة قبله، لما في الحديث: لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته، الحديث الصحيح. ولا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى التقاطع والتدابر وإلى الفتنة، لا يجوز ذلك. لكنها بشرط أن تكون مالت إليه ومال إليها، تقاربا، بحيث أن كل منهما صار يفكر عن الآخر وتقاربا في الزواج. أما أنه فقط إذا أنه صار يرغب فيها وهي ترغب فيه، ولكن ما بلغ حد التقارب الذي ينشأ عنه النكاح، فهذا لا يعد مثلا خطبة على خطبة أخيه. نعم، مخطوبة إلا لفسق الحجب، لكن هذا بشرط أن لا يكون الأول فاسقا والثاني عدلا. إذا كان الثاني عدلا كفا والأول فاسقا فلا حرج عليه أن يخطب، ولكن لا ينبغي للثاني أن يتدخل في هذه الأمور حتى لا ينشر الفتنة ويؤدي المشاكل بين الناس. يعني فينبغي للإنسان يتباعد عن هذا الأمر، يتباعد عن هذا الأمر حتى لا يكون فتنة بين الناس. وهي على خطبة زوج أول، فيساخ الثاني إذا لم يدخل. يعني أن من خطبها أولا ومالت إليه ومال إليها، بأن كانت خطبته شرعية مثلا، توافقت هي ووليها، إن كانت لازم أن تكون لها ولي لازم مثلا محجورة، وهي مثلا قد استقلت بنفسها مرشدة كما سيأتينا، وقد تزوجت من قبل وهي ممكن أن تعد، لأن المرأة إذا كانت قد تزوجت من قبل وهي بالغة فإنها قد تعد، ولكن لا يكون أمرها إلا بإذن وليها. طبعا المهم أنها إذا أعطت عهدها للزوج الأول ومالت إليه فخطبها الثاني وتزوجها، فهي للأول يسخ الثاني إلا إذا دخل بها الثاني، إلا إذا دخل بها الثاني، فإذا دخل بها فقد فاتت على الأول. لا، خطبة زوج أول فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. وهذا من محافظة الشرع على تقوية العلاقة بين المسلمين، وألا يكون بينهم تدابر وتنافر وتكون بينهم شحناء، لأن هذا يؤدي إلى المشاكل بين المجتمع. ما دام الإنسان يخطب على خطبة أخيه أو يسم على سومه، يؤدي هذا إلى تقاطع إلى التدابر. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل، هذه مسألة ثانية، وسيأتينا باب الفقد، وهو أنه إذا فقد الشخص مثلا في حرب بين المسلمين والكفار، أو حرب بين المسلمين، أو في بلد الطاعون، أو مرض منتشر، أو يعني فقد بلا بأي 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 حالة من بغير حالة من هذه الحالات، سيأتينا حالات الفقد. فإذا فقد الزوج ولم يوجد عنه أي خبر وضرب له أجل، وسيأتينا ضرب الأجل أنه 4 سنين، سيأتينا هذا كله، سيأتينا إن شاء الله باب المفقود. إذا حكم الشرع بأنه مات
واعتدت زوجته، ما بعد ذلك تزوجت وظهر أنه حي قبل دخول الثاني بها، فإنه يفسخ عدة الفقد وتلويم حصل. إذا أتى المفقود أو حي الظهر، إذا أتى المفقود أو حي الظهر قبل أن يدخل بها الثاني، أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أو مات بعد العقد وقبل دخول الثاني، وهذا سيأتينا إن شاء الله. أو ولدت اثنين، فكل عقد أو المرأة لها وليان، كلها أخوان يعني مات أبوها، أو لها ابنان، هي صارت يعني ذات أبناء، لها ابنان وكل منهما ولي. فقالت لكل منهما زوجني ممن شئت، فزوجها أحدهما أولا قبل الآخر، لأنها أعطته الوكالة، وقالت إذا وجدت رجلا يعني كفأ لي فزوجني منه، فزوجها. ثم زوجها الثاني قبل أن يعلم بأن الثاني الأول زوجها. هذه للأول إلا إذا دخل بها الزوج الثاني. وكل عقد إن مسها الثاني، من هنا المراد بالمس الدخول معناه الجماع، معناه أن يدخل بها، أن يخلو بها في غرفة خاصة مثلا حتى يمكنه جماعها. أما بدأ وهنا ننتهي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا باب مهم جدا، فتابعوه وراجعوه، كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركاته، واحفظ وقلل ذاكرا تذكري وتستفيد ما لم يكن قبل دري، واحذر من التكير خوف الضجر، واحذر من الحياء والتكبر، العلم لا ينال دون نصب، وطول صحبة وذل الطلب، ودون الإنصات فالاستماع، فالحفظ فالفهم مع اجتماع. الإنسان يريد أن يحصل على دكان أو يحصل على سيارة، فلا بد أن يعمل عملا شاقا حتى يشتري سيارة غالية أو دكانا، أو أما مصنع أما شركة فهذا شيء آخر، لا بد له من عمر طويل، فكيف بالحصول على العلم الشريف؟ هذا شيء آخر، يعني شيء لا يقارن حقيقة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. طيب، هذا الوجه والكف بعلم ينظر، يعني أن الوجه مندوب للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها قبل الزواج، وإلى كفيها بعلمها، أن يعلمها أنه سيأتيهم، يأتي ليأتيهم ويشوف وجهها، ويشوف مثلا يديها تعود دائرة على من عند الكوعين مثلا إلى المرفقين، وتشوف الكفين، معناها اللي يلزم في التيمم الكفين مثلا تاتك اللي تريد، نقول احنا بالحسانية، والوجه تصمام الوجه ما في الشعر ولا في الرقبة، هذا اللي وتعود ملي اللي هي ما هي دائرة مثلا، هذه لدهينة اللي مثلا زايدة على المعتاد، لا عادته، لا عود عالم الوجه اللي هيك ما يجينا موسخ وجهها، والله مثلا عليها مثلا ظهر رقاد، والله شيء مثلا ما هو معتاد، ويعود يشوف هذا ليستدل بوجهها على جمالها، ويستدل بيدها على نعومة بدنها، كان نحيفة والله كان قوية، والله ما قوي يقولوا تعليل فيها، يعود عالمها بأنه لا يجي، أنه لا يخرص وجهها، هذا هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عاد كافي كافي لما هو كافي. وخطبة من خطبة، معناها يعني أن الخطبة مهلا مندوبة، هذه تكلمنا عليها، مندوبة الخطبة عند إرادة، عند التماس النكاح، وتكلمنا على ذلك، وكذلك عند العقد، عند التماس النكاح وهي الخطبة، وكذلك عند العقد، وكذلك عند القبول. ويظهر معناها يندب أن يظهر النكاح، ويجعل الدفع، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، واجعله في المساجد، معناها إظهاره ليفرق بينه وبين الزنا. اللهم صل على محمد.